يعني دايما زي ما بنقول انه في مشروعات قومية كبيرة وضخمة بتتم على ارض مصر، وفي رؤية النهاردة نقدر نقول ان بقت موجودة، احنا عايزين نشوف مصر بكرة ازاي. رؤية 2030 اللي تم عرضها قدام سيد الرئيس واتكلم عليها الاعلام بس ما دخلش في تفاصيلها. طيب كل ده حلو قوي، يعني المواطن بقى هيحس امتى بمردود هذه المشروعات؟ انا هحس امتى ان الاسعار ابتدت تنخفض، هحس امتى ايضا ان دخلي ابتدى يزيد. كل الامور دي كلها انظمة اقتصادية كبيرة تشتغل عليها الدولة، ما هياش هتبقى في يوم وليلة. ما بقاش انا اعمل مشروع النهاردة او ببني طريق او ببني او بفتتح مشروع ضخم زي مشروع حقل ظهر امبارح، فانا بكرة الصبح هيعود عليا المردود بتاعها. طيب ايه الاسباب؟ ازاي نوصل لده؟ ده اللي هنعرفه النهاردة من ضيفي وضيف حضراتكم. برحب بالدكتور احمد صبحي حميدو الخبير الاقتصادي استاذ الاقتصاد، وايضا استاذ زائر بكلية الدراسات العليا في الاداره وتطوير المؤسسات. اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك دكتور احمد. ويعني احنا عندنا يعني انشطه اقتصاديه كتيره ومتنوعه، لكن ربما احنا عندنا الانشطه دي ريعيه اكتر، يعني بنعتمد على السياحه في انها تجيب لنا اموال، بنعتمد على الانشطه التجاريه في انها تجيب لنا اموال. عايزين نركز على الانشطه الصناعيه والانشطه الاستثماريه اللي بتشغل عدد كبير من الايدي العامله. متى نستطيع ان نتحول من هذا الاقتصاد الريعي الى اقتصاد يعني انتاجي؟ طب خلينا نبدا بدايه ابسط شويه. احنا الاول الاقتصاد في اي دوله في العالم بقيمه ازاي؟ يعني لو انا عايز اروح اشوف مثلا الدوله دي اقتصادها جيد ولا اقتصادها سيء، يعني حتى تلاقي كتير قوي كلام متداول ملوش علاقه، بيخلط بين الحاجات الجزئيه والحاجات الكليه. يعني مثلا يقول لك ايه الدوله الفلانيه دي بتفلس، هو في دول بتفلس يعني بتشطب وتقول خلاص يا جماعه انا مش هدفع وانا كده اختفيت وهقفل مثلا؟ هل ده بيحصل؟ فاحنا محتاجين نفصل بين ده وده. فلما نيجي نشوف، انا عايز اشوف دوله ببص على حاجه اسمها اجمالي الناتج المحلي. اجمالي الناتج المحلي ده معناه ايه ببساطه للساده المشاهدين؟ ان اجمالي ما ينتج من سلع وخدمات تحت سقف هذا الوطن. خلاص؟ فانا اجي لما اجي اقيم دوله زي مصر، ومصر جميله زي ما انتم بتقول اكيد، وهتبقى اجمل ان شاء الله بشغلكم وبشغل اللي جاي يعني ان شاء الله. لما يشوف بقى مصر الجميله دي اقتصادها عباره عن ايه، باجي الاقي اجمالي انتاج ما ينتج من سلع وخدمات، يعني الناس بتستهلك قد ايه، الاستثمارات اللي داخل البلد دي بتحصل فيها قد ايه، الفرق بين الصادر والوارد قد ايه، الانفاق الحكومي قد ايه. الاربع عناصر دول هم اللي بيكونوا اجمالي الاقتصاد في اي دوله في الدنيا. خلاص. طيب هل اجمالي الاقتصاد الحالي كحجم منتج لو احنا جبناه وقسمناه على المواطنين المصريين بالتساوي هنبقى كلنا اغنياء؟ الاجابه قولا واحدا لا. لان كل الخطاب اللي هو المتوارث اللي احنا بقالنا سنين عليه ان في ناس اغنياء قوي واكلين البلد وناس تانية غالبا مش لاقيه تاكل في النص، فاحنا لو قعدنا الثروه كلنا هنبقى مبسوطين. عندنا التوزيع، وده اللي سمعناه يمكن في بدايه الثوره طول الوقت. يعني من الثوره وما قبل الثوره الكلام كله واخد نفس الاتجاه، اللي هو ان احنا في حجم، لا هو حجم الثروه الحقيقي في مصر لا يكفي، حتى لو قعدت توزيعه على كل الناس هيبقى كل الناس محدود الدخل. فيبقى اذا الاتجاه الوحيد ان انت تكبر البلد دي ان انت تكبر حجم الاقتصاد. ده يدخلنا على ايه؟ ليه الدوله خدت اتجاه المشروعات القوميه الكبرى؟ لان انا لما رحت عامل اصلاحات في السياسات الماليه والنقديه بقى قدر يجي لي دولار كتير، بدات الناس تفك الدولارات لمصر، فبقى عندي البنك الاهلي لوحده مش عايزين نقر عليهم يعني لوحدهم واخدين 19 مليار اجمالي اللي احنا لميناه فوق ال 50 مليار. طب انا لما اقدر الم كل الكلام ده بقى عندي مدخرات، في ناس كتيره فكت الدولار لمصري وبقى عندي مدخرات كبيره قوي في البنوك مصريه موجوده. ايه الحل؟ ان القطاع الخاص يخش ياخد الفلوس الزياده دي ويشغلها ويضخها في السوق. طب انا عندي حاله تعثر وركود تضخمي والقطاع الخاص لسه لم يتعافى معافاه كامله، فكان الحل ان الدوله تدخل تحل محل القطاع الخاص ويحصل مشروعات قوميه كبرى تدر بقى عائدها على مدى على كذا مدى، مدى قصير الاجل، مدى متوسط الاجل، مدى طويل الاجل، للايه؟ للمواطنين. فيبقى الحل الاساسي اللي خلينا نتفق عليه عشان نقفل بيه النقطه دي ان حجم الانتاج المصري الحالي لازم يتضاعف كذا مره عشان كلنا نبقى
مبسوطين. الطبقات الاكثر غنى على القطاع الخاص وتدخل الدوله. القطاع الخاص معظم المشاريع الكبرى ورجال الاعمال الكبار في مصر يعني يا اما بيبنوا عمارات يا اما يعني بيعملوا شركات اتصالات، لكن ما فيش حد بيعمل مصانع كبيره شفناه تقدر تشغل ايدي عامله كتير. عشان كده الدوله تدخلت بده عشان تعمل التوازن ده. احنا محتاجين ايه بقى؟ هل محتاجين هذه النوعيه من الانشطه تاني؟ أيوة ولا طبعا. محتاجين نوعيه اخرى من الانشطه؟ ما هو احنا لما احنا قعدنا فتره طويله، بس هو رجال اعمال مظلومين في مصر لان احنا انا قابلت رجال اعمال كتير في مصر بحكم شغلي في تطوير المؤسسات ما كانش ولا عندهم السيجار ولا واحده واقفه بتعمل لهم مساج ولا يعني كان الناس بتشوف شغلها وكل حاجه. لكن اللي انا قصدي الصوره النمطيه رجال اعمال في مصر برضو فيها ظلم شويه لرجال اعمال، لان هو في الاخر مستثمر هو اللي بيخلق فرص عمل وكلام من هذا القبيل. لكن خلينا نرجع لسؤال سيادتك اللي هو التحول من الاقتصاد الريعي الانتاجي. انا لما هو ايه اللي حصل في الثوره؟ يعني ايه اللي خلى يبقى احنا عندنا الهزه دي؟ ان احنا كنا دوله عايشه على الريع، عايشه على الاقتصاد الريعي، فمستنيين حد يعمل لنا حاجه. يعني انا مستني سايح يجي عشان يدفع فلوس فانا اخد من الفائض منه، مستني حد يعمل كذا عشان، لكن انا مش سفينه تعبر قناه السويس وتديني مركز حاجات كلها ريعيه. ما بقولش انها وحشه، لكن ما فيهاش فكره اللي كنا بنتكلم فيها قبل الهوا، التنميه المستدامه. ان انا ازاي اضمن ان ده يفضل مستمر. يعني هدي سيادتك مثال، دولة زي الصين صادراتها 2300 مليار دولار خلاص، احنا صادراتنا يعني ما تعملش 1% من الرقم ده، تمام؟ طيب ال 2300 مليار دولار دول منهم 600 مليار دولار الكترونيات اللي هي الاجهزة الموبايلات والتابلتس والالكترونيكس واللابتوبس والحاجات. طب تخيلي سيادتك ان انا عندي مصنع واحد في مصر صادراته تقترب من المليار دولار دلوقتي، مصنع واحد عملته. تخيل لو انا حطيت خطه مبدئيه ان انا استهدف بس 2% من حجم صادرات الصين، عارفه هيبقى ال 2% دول يعملوا كام من 600؟ يعملوا 12 مليار دولار. دول اجمالي اعلى قيمه حققناها لعائدات السياحه في مصر. طبعا من ملف واحد، من ملف واحد، لانه السياحه في مصر كانت بتجيب 14 مليار في 2010، دي كانت اعلى. غير القدره على خلق الوظائف. نعم طارق بيه. نعم مهم قوي. انا عندي قدره على خلق وظائف رهيبه. انا المصانع اللي بتكلم وده اللي الرئيس عمله في الصعيد مؤخرا، احنا كمان دخلنا ان احنا نبدا على الصناعات المغذيه. ان انا مش بس هعمل تجميع، لا انا بدات اعمل حاجه اسمها تعميق الصناعه. فده برده كان ملف مهم. جميل جدا. يعني حضرتك فعلا الملف السياحه برغم ان احنا دايما بنقول ان احنا عاوزين سائحين اكتر ودايما بنشتغل على الملف ده، لكن ممكن قنبله صوت بالظبط يعني تمنع الريع ده تماما، لكن المصنع الراسخ ده صعب بالزبط. جدا ان هو يتاثر حتى ولو عمليه ارهابيه هنا او هناك من اللي بتحصل دي. كل البلاد في المنطقه حوالينا كبرت. يعني انا قلنا الصادرات الصين 2300، لكن لو انا جيت على صادرات تركيا او صادرات فيتنام اللي هي الدول القريبه جنبي في المنطقه، صادراتها 160 مليار دولار، ما يوازي 8 امثال صادراتنا. كل الدول اللي في المنطقه كبرت اعتمدت على الصناعه، وده اللي احنا النهارده الفتره الرئاسيه القادمه هتبقى دي عنوانها. الصناعه، ان مصر هتبقى دوله يعني ذات صادرات صناعيه ذات قيمه مضافه كبرى. ده مهم جدا الفتره الجايه، وهو ده اللي بيخلق فرص عمل. صحيح. انا كل الصناعات اللي انا بكلم سيادتك عليها مثلا حاجه زي النسيج، دي كلها صناعات كثيفه العماله وعندنا فيها فرص كبيره. وده بيحصل، انا عايز اقول ده بيحصل دلوقتي، ده بيحصل واحنا بنتكلم. يعني في تطوير للمصانع في المحله، ده بيحصل في كل مصر، في كل ربوع مصر النهارده في الصعيد. المصنع اللي بكلم حضرتك ده موجود، وفي مصنع تاني يعني لولا ان ما ينفعش اقول اسامي عشان اعلانات، دي كلها اسامي عالميه جدا. خلاص عايز اقول لحضرتك الفيتنام اللي هي بتصدر ب 160 مليار دولار، منهم 30 مليار دولار يعني تقريبا ما يوازي قد الصادرات المصريه مره ونص من براند واحد في الالكترونيات. فدي برده من القطاعات اللي احنا متوجهين لها بقوه. جميل. عايز اروح لانواع التنميه المستدامه. بنتكلم على نوع زي ما حضرتك اتكلمت على الصناعه، وان يكون عندنا مستقبل وامل، وان احنا نتحط على الخريطه الاقتصاديه. ايه الانواع الثانيه يا دكتور نقدر نتكلم فيها عشان برده يبقى في وعي عند الناس؟ هو دايما بيبقى في خلط بين كلمتين. اللي هو فكره النمو الاقتصادي بشكل عام، لان انت ممكن تعمل نمو اقتصادي جيد لكن ما تعملش تنميه. فيرد فكره اشكاليه توزيع الثروه وكذا. فالتنميه المستدامه اهم نقطه فيها فكره تمكين المواطن. ان انت مش بتبقى طول الوقت معتمد ان انت تعمل للمواطن ده شبكات دعم او تديله تموين او تعمله، لا ده انت بتحوله لمواطن قادر على الانتاج بجد. فيبقى
تقدر تخليه مواطن يقدر ينافس في اي حته في العالم. انا عندي من دلوقتي حاجه زي الكول سنترز مثلا، انا عندي مواطنين مصريين بيرد على التليفونات بتاعه شركات اوبريتورز عالميين من هنا، وهو بياخد اوردر لمجرد ان هو اتعلم كويس. عندي ناس بتشتغل في الفريلانسنج ده على الانترنت وكده، وبتجيب فلوس كويسه قوي. فكره تمكين المواطن زي ما كانت الفقره اللي قبلنا بتتكلم على فيروس سي. انا النهارده كان كل ما نبعت يعني طلب مننا نبعت ناس لدول عربيه يقول لك طب اعمل له تحليل فيروس سي، اعمل له تحليل فيروس سي يطلع عنده، وما كانش يعرف فيتعالج. احنا لو لم ننجز غير ده احنا انجزنا حاجات كتير لكفى. فقصدي دي هي دي، ان انت ازاي تحول المواطن لمواطن ممكن عنده قدره على العمل وكذا. اللي هي لو عايزين نبسطها للمشاهدين، مش ان انا هديك السمكه، هديك الصيد، فعلم لو معلمك الصيد وعندك المهاره انت هتبقى في حد ذاتك كذا. فده يخلق طبعا الموضوع كبير، يعني موضوع تنميه مستدامه. بس النقطه اللي تهمنا النهارده قوي عايزين نركز عليها هي فكره تمكين المواطن. ان انا عايز يبقى عندي مواطن ممكن عنده قدره، ما بقاش عبء على الدوله. لا ده بقى مورد في الجزئيه، يعني المواطن لما كان مصاب بفيروس سي كان عبء، لما خف بقى مورد. صحيح، هينتج وهيجيب فلوس وهيدفع ضرائب وكده. في الجزئيه دي تمكين المواطن ان هو يبتدي يشتغل ويعمل مشروعه الخاص او فكرته الخاصه، ده يعني محتاج برضو مش كل المواطنين حظوا بنسب عاليه من التعليم الكويس اللي حضرتك بتتكلم عنه، وبالتالي هيبقى صعب عليه جدا ان هو يعمل دراسه جدوى شخصيه او انه يعمل مشروعه الشخصي. هنا بقى امكانيه ربط المشروعات الكبرى اللي احنا بنتكلم عنها بمشروعات صغيره منتشره على مستوى قريه او مدينه او غيره، ندمج يعني فيها المشروعات الكبيره مع الصغيره دي. يعني لو انا مثلا بصنع دبابه على سبيل المثال، حد هيعمل لي حاجه وحد تاني هيعمل لي شيء اخر وهكذا. هل ده يعني هو الفكر السليم في التعامل بقى مع المواطنين اللي مش متعلمين بشكل فظيع قوي ان هم يقدروا يعتمدوا على نفسهم ولا يعملوا دراسات جدوى او غيره، ان برضو الدوله تتدخل بتحديد انشطه معينه ممكن يعني الاندماج فيها المواطنين؟ وانا عندي ده بشتغل عليه على كذا محور. يعني عندي النهارده اوريدي البنك المركزي عامل قروض بفوائد متدنيه جدا للشركات الصغيره والمتوسطه، فده اتجاه. عندي اتجاه اخر لايه؟ عندي اتجاه اخر للتعليم المهني النهارده، ان انا عندي بعمل تدريب مهني، بحول او بعدل مسار الناس اللي هي لم ايه تحظى على القدر التعليمي اللي كنت بتتكلم عليه بما ينبغي، وحولته لايه؟ وحولته لعنصر منتج. فانا شغال على المسارين، ان انا بخلق مشروعات متناهيه الصغر، وعندي النهارده مبادره مهمه زي مبادره الشمول المالي دي النهارده كلها بتهدف ليه؟ لان انا خلي بالك انا برضو الاقتصاد لما اتكلمنا عليه في الاول ان هو اجمالي الناتج المحلي المصري قليل، ده حقيقه، لكن في حته تانية مغفله ان ده اجمالي الناتج المحلي المنظور اللي انا شايفه، لكن انا عندي اجمالي ناتج محلي غير منظور بيسموه الاندر جراوند ايكونومي، اللي هو الاقتصاد اللي انا مش مجمعه، الاقتصاد اللي انا مش شايفه، اللي مش عارف احصل عليه ضرايبه، اللي مش عارف اخد منه اللي انا محتاجه. الكلام ده كله لما حد اعمل مبادره زي الشمول المالي، مبادره زي دعم المشروعات الصغيره والمتوسطه، مبادره ده هقدر اعمل فيه اللي هي الحته اللي حضرتك قصدك فيها، ان انا هقدر الم الطبقات المختلفه من المجتمع، سواء اللي هم لاحظوا بنصيب جيد او وافر من التعليم ودول هيبقوا القاده واللي بيدوروا بيه، او حتى المشروعات الصغيره ومتناهيه الصغر. عندنا تجارب في دوله زي بنجلاديش اتعمل فيها فكره خدت جائزه نوبل اسمها بنك الفقراء، كانت لايه؟ لمشروعات متناهيه الصغر. وبرده اللي انا بقول لحضرتك ده كله شغال، يعني احنا بنتكلم وفي ظهرنا المشاريع دي شغاله مش واقفه، يعني كل ده احنا متحركين. ده مهم، لكنه لما بتيجي على ارض الواقع من ساعه ما عمل البنك المركزي هذه المبادره بنتكلم في 200 مليار تقريبا، يعني لما تيجي تشوف الارقام اللي استخدمت من هذه المبادره هتلاقيها برضو قليله على حجم على حجم مصر. طب ينقصنا في ده ايه يا دكتور؟ ده مهم قوي. ده سؤال يعني حلو. تدريب سؤال حلو. هل التعليم، هل وجهه النظر، هل هي استراتيجي ورؤيه لمصر ان هي تحدد ايه الصناعات اللي هي محتاجاها فتشغل الناس؟ هي اللي احنا ناقصنا ان يبقى عندنا منصات زي ما كانت الاستاذه بتتكلم، ان انا يبقى عندي هيكل ضخم جدا فوق وبينزل على صناعات مغذيه. فاحنا بصدد قريب جدا خلاص، واحنا شغالين في ده مع الحكومه، ان احنا يبقى عندنا خريطه صناعيه كامله لمصر. فالخريطه دي بتقول لك لو انت في بني سويف في قريه كذا اقرب فرصه ليك انك تشتغل في الحته دي، لان هو ده المغذيات. هو ده اللي احنا بنقول عليه، وده هيتشاف الاربع سنين جايه، خاصه ان احنا كمان عندنا في مصر احنا مش بعيد قوي. يعني انا لما نجي نصنف المحافظات هتلاقي كلها محافظات منتجه بتشتهر بحاجات كتير. نتكلم محل غزل ونسيج، نتكلم دمياط الموبيليا،
نتكلم في كفر الشيخ مثلا مزبوط. الاسماك وكذا يعني انت محدد من الاول مزبوط. يعني احنا عملنا حتى في الخريطه الصناعيه دي كان في كتاب مهم قوي كان اسمه المزايا التنافسيه للامم يعني كان يقول لك ان كل دوله ليها ميزه تنافسيه في كذا فاحنا دلوقتي بنعمل نفس الفكره بس زي ما حضرتك بتقول على مستوى المحافظات الى جانب ان انا عندي حته كويسه قوي انا كل ما بفتح في مناطق خلي بالك مثلا ايه التجارب مثلا لما كانت في العاشر من رمضان او في بدر او في اكتوبر وكده كانت فكره العماله فيها صعب لكن لما تروح مثلا لمناطق زي وسنة لما صحيح. تروح لمناطق زي الصعيد ما عندكش اي مشكله في العماله ليه كثافات سكانيه جيدة جدا حواليك ومش محتاج كلها نازحه بالظبط يعني بتيجي القاهره لما يجي نعم. انا بروح فالنهارده ده بقى موجود وده بقى ده برضو لفكره تمكين المواطن يعني مش تمكين المواطن بس ان هو يعمل مشاريع لا ان هو يبقى مواطن منتج بيدفع ضرايبه بيضيف للبلد مش هيبقى عليها مورد ليها مش مستني حتى دعم مادي او عيني او نقدي او مشاكل حضرتك اتكلمت عن الاقتصاد غير الرسمي وان هو بيمثل نسبه كبيره جدا من نسبه الاقتصاد المصري ومخفي ما نعرفش عنه حاجه ايه الاساليب اللي ممكن بيها نضم او الحوافز اللي ممكن نديها لهؤلاء حتى ينضموا تحت لواء الاقتصاد ويدفعوا ضرايب او غيره هو كده ملك زمانه يعني في نظره مش هيدفع ضرايب مش هيتعامل مع حكومه وبيكسب من بيته يعني ازاي نضمه بقى الى يعني هذه الموضوع هو مش ملك زمانه قوي لان هو برضو عدم وجود الشمول المالي ليه او عدم دخوله تحت عباءه بيخلي في الاخر امكانياته محدوده ويمكن هتلاحظوا ده في مبادره الشمول المالي اللي الرئيس طرحها كانت ايه فكرتها ان انا بقول لحضرتك انت النهارده شغال بتنتج مثلا ب 1000 جنيه وبتكسب منهم كذا طب ايه رايك لو دخلت جوه الاقتصاد الرسمي وبدل ما ال 1000 جنيه دول بقوا 10 والانت ده كذا وهتدي الدوله صحيح ضرايب وكل حاجه لكن ده لا يقدر الى جانب ان انا برضو الضرايب عندي بتبدا بعد حد معين من كذا فهو حتى التحول من الاقتصاد الغير رسمي للاقتصاد الرسمي هو بيبقى فيه فترة لك وهيحافظ على اموالك كمان وعلى المدى الطويل الى جانب ان انت بتبقى عندك مرحله فعلا ما بتدفعش فيها حاجه وبتاخد دعم من الدوله وبتاخد تدريب هي فكره اللي بنسميها السكيلابيليتي ليه الناس تروح للشمول المالي عشان انت لو ما رحتش للشمول المالي هتفضل طول عمرك كيان صغير لكن ده يديك فرصه الدعم الحصول على كذا وانك انت تخرج لاسواق وتبقى معروف وعندك مصداقيه حتى في السوق خلاص بقى يعني. تبدا النهارده ممكن نساعده في التصدير يعني الصناعات اليدويه في مصر احنا المنصات اللي احنا عاملينها وشغالين عليها دي انا اقدر اجمع من ناس مختلفه وكل ده مش هيتاح له خليني اقف معاك وده يمكن اخر نقطه نتكلم فيها التسويق ايوه بالظبط من فضلك قول لي دي المعضله الكبرى يعني بنشوف انه خلينا ناخد نموذج الصين انه المصانع والشركات الدوله نفسها اخذت على عاتقها تسويق هذه المنتجات اصبحت سوق مفتوح النهارده احنا فين من الخطوه دي هو احنا ما بقيناش في عصر ان كل واحد ينفع يشتغل لوحده النهارده احنا بقينا في عصر بيسموه عصر الشراكات حتى لو حضراتكم تاخدوا بالكم مؤخرا ثقافه الاعلان والتسويق وكده ما بقاش حد بيعلن لوحده هتلاقي مثلا موبايل اوبريتور بيعلن عن نفسه وتحت حاجات مالهاش علاقه مطاعم مش عارف ايه فاحنا في عصر اسمه عصر الشراكات فمفيش كيان النهارده يقدر يشتغل لوحده فانا ما اقدرش اطالب واحد بهذه الامكانيات المحدوده من غير دعم مالي من غير فلازم يبقى في النهارده المنصه الكبيره تضم ناس من الاكاديميه تساعد اللي هي الاكاديميين يعني ناس من مجتمع الاعمال ناس من الحكومه ناس من المجتمع المدني ناس من الطبقه العامله في بعض الأحيان حتى ممكن المؤسسة العسكرية تدعم إن إحنا لازم نتحرك بشكل جمعي أكتر فالتسويق لو أنا طلبت من واحد بينتج يدوي يصنع لوحده مش هيقدر يعمل ده لكن لما يبقى في منصات بتجمع زي ما حضرتك أشرت لدمياط أنا لما أعمل مثلا كتالوج عالمي للفرنتشر بتاع دمياط بالأثاث ده بما يتتبعه من آثار في كل دولة ده يمشي معاها النوع ده يمشي معاها ده التحرك ده هو برضو مثلا ممكن لو واحد هيستثقل ان هو يسافر على حسابه بالتكلفه دي مش عارف ايه لكن لو انا عملت له دعم صادر في اطار بدل ما هو يبقى خصم بس نسبه مئويه لا ده في اطار دعم انك تسافر رحله الطنيه وهو ده اللي ممكن تسافر على حساب الدوله وممكن كمان المعروضات بتاعتك عشان ما يحصلش بتروح على حساب ده شو بالظبط فده مهم قوي كلام كان مهم يا دكتور ربنا يخليك اشكرك عليه وبرضه بيضيف للرؤيه اللي احنا شغالين عليها وبنشوفها وبنضيف كمان للمشروعات انه في تحرك جاد
على هذه المشروعات، ده شيء مهم جدا ساعدنا انا شخصيا. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا لوجودك معانا. متشكر جدا. لسه فقراتنا متواصله مع حضراتكم، وبعد الفاصل ان شاء الله فقرتنا الاخيره مع الشاعر نزيه الحكيم. هو من مواليد سوهاج لكنه تلقى تعليمه في محافظه الاسكندريه، وحصل على ليسانس الحقوق والماجستير، والحقيقه بدا طريقه كشاعر الفصحى ثم توجه الى العاميه ليصبح اكثر تواصلا مع الناس. مع الشاعر نزيه الحكيم نعيش الفقره القادمه ان شاء الله بعد الفاصل، فانتظروا.